ربنا يتمم بخير إن شاء الله. الله يكرمك يا عم الشيخ. هتكتبوا مهر ومؤخر كام إن شاء الله؟ اكتب يا سيدنا الشيخ، مهر 1,000,000 جنيه ومؤخر 1,000,000 جنيه. يا عم شهيد، انت شارب حاجة على المسا ولا ايه؟ مش كتير عليك يا سعد يا ابني، انت مقامك كبير، ثم ده حق بنتي ودي غالية عليا قوي. ايوه بس ده كتير قوي يا عم شهيد. هو ايه ده اللي كتير؟ امال عايز تدفع كام ان شاء الله؟ عايز ادفع المعقول يا رشا، زي ما اي واحدة في عيلتكم تدفع لها. كل برغوته على قد دم. انا ده انت دراكولا بقى وجاي تمصمص في دمنا، مش عايز تتجوز بنتك. اهدى يا مختار اهدى، مش كده الناس هتاخد بالها. اهدى يا سعد، ده راجل بجح. انا ما اسمحلكش يا مختار تكلم دادي بالشكل ده. دادك ازاي يعني؟ بس يا رشا يا رشا، الناس هتاخد بالها مش كده. انا كنت فاكراك انك مقيمني اكتر من كده، انما الظاهر طلعت رخيصه في نظرك قوي. يا حبيبتي انت تحفه لا تقدر بثمن، عشان كده انا مش هين عليا ادفع فيكي مبلغ زي ده. خلاص تمن انت وقول كلمتك. اتمن ايه يا عم شاهين؟ هي بيعه وشروه، دي جوازه ولا ايه يا عم الشيخ؟ والله دي حاجه عائليه انا ما اقدرش اتكلم فيها. اه طبعا، ما انت كل ما زاد المبلغ زادت نسبتك. بقول لك ايه يا شاهين، الجوازه كده هتبوظ. ده رايي يا سي مختار، ده تهديد يا حبيبي ولا ايه؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، احنا ما بتلويش دراعنا. خلاص يا حبيبي بلاها دي جوازه، ولا انت فاكر انكم هتذلونا؟ رشا رشا اقعدي، ما يصحش كده. خلاص يا جماعه انا موافق. موافق ده ايه يا سعد؟ انا لو منك هفضها سيره واربيله البيت. الله يسامحك الله يسامحك يا مختار. مختار بيه، انت نسيت نفسك يا شاهين ولا ايه؟ يا اخوانا مش كده، اقعدوا اقعدوا اقعدوا، ربنا يهديك، انتوا هتبقوا اهل ان شاء الله. لا اله الا الله. مش باين يا عم الشيخ. خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه انا موافق، اكتب يا عم الشيخ. موافق ده ايه؟ ايه اللي بتحببه ده يا سعد؟ سيبني بقى مختار الم الليله بدل ما الجوازه تبوظ ونتفضح قدام الناس. تلم الليله؟ انت الخسران، هي فلوسي ولا فلوسك؟ يا جماعه اطمنوا، الخير كتير والحمد لله، ربنا يعوض في اللي راح بقى. اكتب يا عم الشيخ اكتب. توكلنا على الله. يلا بينا اهو معلم ساعة. يلا يا ابوي. سعد فرح النهارده يا عبد الستار، اخر اللي هنود هيتجوز الليله. ما قدرتش احضر فرح، ما قدرتش، وانت سبب حبك للمال، ميل ولادنا ورثتهم ذنب تقيل في زمن ما يعرفش الرحمة، خليتهم ياكلوا حرام واديت فرصة للحرام ياكلهم. فاكر بكده أمنتهم؟ ده انت حطيتهم جوه النار بإيديك. الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا روح قلبي. ربنا يقدرني واقدر اسعدك طول العمر. انا سعادتي الحقيقيه ان انا افضل جنبك طول عمري. اه الكلام الحلو ده، ده احساس يا حبيبي، طول ما انت شايلني في عينيك ومقدرني. انت عارفه بقى ان الليله دي اسعد ليله في حياتي. الف مبروك يا سعد. اهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، نورتنا والله. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. مبروك يا سعد. الله يبارك فيك يا صفية. مبروك يا عروسة. ايه اللي جابك يا صفية؟ انا ما عزمتكيش. انا ضيفة سعد وانا عروسة، وبقول لك اطلعي بره. رشا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما يصحش كده. هو ايه ده اللي ما يصحش؟ انت ايه، ما عندكش احساس؟ يا رشا عيب كده يا رشا، مش قدام الناس. خليهم يا حبيبي يشوفوك على حقيقتك، عامل لي عريس وبتتجوز وعازم لي حبيبتك. قلت لك اسكتي. مش هسكت يا سعد. يا رشا ما يصحش. انزل لمستواكي وارد عليكي، انا جيت عشان اعمل الواجب وبس. مبروك مره تانيه يا سعد، وربنا يعينك. صفية صفية، عاجبك كده؟ ده انت ليلتك سودة معايا الليلة دي. انت برضو اللي زعلانة، انا اللي من حق ازعل. تزعل ليه يا بيه؟ لانك طردت صفية قدام عينيا واحرجتيني قدامها. انت اللي احرجت نفسك يوم عزمتها ليلة فرحي. انا مش فاهم بس انت في ايه بينك وبين صفية؟ انت مجرد زميلة عادية. ليه ان شاء الله؟ ما بتحبكش؟ مش حاطة عينها عليك وعايزة تتجوزك؟ يا حبيبتي المهم انا حاطط عيني على مين وعايزه اتجوز مين؟
انت شكلك كده من الرجاله اللي بيحبوا يلعبوا على كل الحبال، وانا بقى شكلي اتخدعت فيك. حول الله يا رب، بتعيطي ليه بس دلوقتي؟ اطلع بره. ايه ده؟ انت بتطرديني من اوضتي ليلة دخلتي؟ لو ما طلعتش انا اللي هطلع واسيب لك الفيلا كلها. لا اله الا الله، ما يصحش، دي ليلة دخلتي يا حبيبتي. ادخلها لوحدك. ادخلها لوحدي ازاي يعني؟ هو انا ساحر؟ ما يصحش كده يا حبيبتي. ما تقوليش يا حبيبتي، واعتبر بقى دخلتك اتلغت. اتلغت؟ اتلغت ازاي؟ ده انا مستنيها من زمان بفارغ الصبر. لا يا حبيبي، روح بقى استناها في حته تانيه. لا لا بلاش هزار يا رشا، مش معقوله دي تكون معامله عروسه على عريسها. ما تهزرش، شوف لك حته تنام فيها. انام فين يعني انا؟ ماليش دعوه، ان شاء الله حتى تنام واقف. انام واقف ازاي يعني؟ هو انا حصان؟ افتحي يا رشا يا رشا، البدله خانقاني ونفسي اقلعها والبس البيجامه. بيجامه؟ حاضر. البيجامه الحمراء دي تلبسها لوحدك. ادي النيله على البيجامه الحمراء. قلت لك البيجامه الحمراء دي فال وحش، ما صدقتنيش. يا ريتني كنت جبت الزرقاء، كانت كسرت العين اللي صابتنا دي. عايش 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 سلطان سلطان، عايش سلطان عايش سلطان، وانا عايش اغني عايش اغني، وليلة ليلة 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 رشا. طب عبي لي طيب طبق من الاكل الكتير قوي اللي عندك جوه ده، لحسن قلبت الدنيا في الثلاجه تحت مش لاقي حاجه. انت كمان ليك نفس تاكل؟ هعمل ايه يعني؟ ما انا واقف على رجلي طول النهار، والبوفيه ما شفتهوش الا وانا بتصور جنبه، بعد كده اتنسف من معازيمك، كلوا نصه والنص التاني عبوه في اكياس. طلعي لي بقى اي حاجه كلها. قلت لا. بطلي انانيه يا رشا، لو انت مش جعانه انا جعان. اطلب دليفري. دليفري؟ طب سيبك من موضوع الاكل ده، افتحي لي بس انام جوه عشان مش متعود انام على الكنبه. نام على الارض. رشا رأى ان حركه زي دي ممكن تاثر فيا ومش هنساهالك طول العمر. انا اللي مش هنسالك ابدا ان احلى ليله بتستناها البنت في حياتها بوظتها لي. طب وليه نفتكر لبعض الحاجات دي؟ ما تفتحي الباب بقى كده وناكل لقمه حلوه من الاكل الحلو اللذيذ اللي عندك جوه ده، وبعدها بقى نقضي ليله ما ننساهاش طول العمر. قلت لا يعني لا. رشا انا ممكن اكسر الباب وادخل بالعافيه. فكر تعملها كده وشوف انا هعمل ايه. هتعملي ايه يعني؟ هرمي نفسي من الشباك. مجنونه وتعملها؟ طب الاكل دليفري، الدخله هعمل فيها ايه؟ طلعت لقيت بنتي مفطوره من العياط. مفطوره من العياط على ايه؟ دي هي اللي ظالمه. ظالمه دي ايه يا سعد يا ابني؟ ما قالت لك 100 مره انها بتغيب من البنت اللي اسمها صفيه دي؟ وانت بتصدق الكلام ده برضو يا عمي؟ كل ده حجج عشان تعكنن عليا. وتعكنن عليك ليه؟ ما هو فرحها زي ما هو فرح. يا سعد يا ابني، غيرتها عليك معناها انها بتحبك. ايوه بس ده حب يخنق ويمرر العيشه. كلهم كده. نعم؟ جرى يا شاهين. قصدي يعني حساسين زياده عن اللزوم، واي حاجه بتاثر فيهم، مش زينا جبلات مفيش حاجه بتاثر فينا واي حاجه نعديها. بس هي شكلها كده هتكبر الموضوع ومش ناويه تعديها. لا، شويه كده وهتهدى. دي بنتي وانا عارفها، بس انت لازم تصالحها. اصالحها ازاي يعني؟ سيبي الموضوع ده عليا، انا هتصرف. يلا يا نور عيني يا قمر، انت يلا. تعالي تعالي يا رشا، صالحي جوزك حبيبك، انتوا مالكوش غير بعض. بابا لو سمحت يا بابا اتطلقني منه. الله، هو لعب عيال ولا ايه؟ هو كان حصل ايه اللي ده كله؟ جاب اللي بتحبه خلاها تحضر فرحي. ما خلاص بقى، خلاص بقى يا رشا، قلت لك انا اسف 100 مره. وبعدين يا ستي لو عايزاني اقطع علاقتي بيها خالص انا ما عنديش مانع. اهو الراجل قدم السبت والحد. يا بابا ده كلام بيقوله قدامكم بس. يا بنتي يا حبيبتي، اكبر دليل على ان هو بيحبك انه جوزك انت. ايوه، وزعلان قوي ومتاثر ان انت زعلانه منه، وعلشان يصالحك اصر ان يديك العربيه الجديده بتاعته هديه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عمي؟ لا مؤاخذه يا سعد يا ابني، بوظت لك المفاجاه بس علشان اثبت لها انك بتحبها. بجد؟ بجد لو عملت كده يبقى انت اكيد بتحبني. ايه اللي بيحبك؟ ده اصر يديك العربيه بالميداليه الذهب بتاعتها، مش كده ولا ايه؟ يلا بقى يا حبايبي على اوضتكم، يلا. يلا يا ولاد، يلا، ربنا يهدي سيرتكم. سعد خد، مش قلت لك هتشتغل؟ يا ساتر يا رب، ربنا يستر.
اخيرا بقينا لوحدنا. اخيرا يا حبيبي. يا سلام عليكي، لما بتبقي رايقه بتبقي عسل وقمر. ما انت اللي بتضايقني. لا بقول لك ايه، ملوش لازمه بقى نجيب اي سيره مضايقه دلوقتي، خلينا مع بعض شويه. احنا مع بعض اهو. لا اكثر. طب رد على الموبايل. لا موبايل ايه وده وقته. رد بس ليكون حاجه مهمه. يعني هي دي مش حاجه مهمه يا سعد؟ رد. الله. ايه يا اشرف؟ خير يا اشرف؟ في ايه؟ المصيبه دي ما تنفعش تتاجل يعني؟ طيب اهدى بس. طيب ماشي ماشي خلاص، انا جاي لك على طول. يلا سلام. ايه يا سعد؟ في ايه؟ مصيبه ايه؟ مش عارف، بس اشرف اخويا بيقول في مصيبه ولازم انزل اعدي عليه دلوقتي حالا. يبقى فكريني اولع في البيجامه دي، ابوكي نبر فيها؟